السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوف فضلات الفونكسيون ميثود ديكريتيف ديال فونكسيون. الور الفونكسيون في حالة في حال بروسيدير كاين واحد الاختلاف بسيط بيناتهم، غادي نتعرف عليه في الفيديو. كنا قلنا البروسيدير، ان البروسيدير كنكتب وحدها النون دو بروسيدير، دابا العكس، دابا نكتبو فونكسيون كنكتب وحدها النون دو فونكسيون. درت واحد الخطأ بسيط هنايا، مكاينش غير فان بروسيدير، هنا كاين فان فونكسيون. الور توصلوا ليه؟ الور هنا عندنا فونكسيون نون دو فونكسيون، يعني كتكتب فونكسيون لي تابتة كتكتب جميع لي فونكسيون. نون دو فونكسيون كتكتب شي سميم اللي عندك كيف ما كانت. هادو لي ستي بارامتر، لي بارامتر هما اللي شرحتو ليكم في الفيديوهات السابقة، يعني هادو هما اللي كيتستغلهم الفونكسيون باش تقوم بالعملية ديالها. وهاد لي بارامتر هادو القيم ديالهم تكون حاطهم المستعمل اللي كيستعمل البرنامج. تيب دو لا فالور روتورني، هادي هنا كتكتب لو تيب دو لا فالور روتورني. هاد واحد لا فالور في الاخر كنكونو حاطين هنايا، يعني بحال اللي قلتو الريزولت على الاخر اللي كتخرج، النوع ديالها التيب ديالها كنحطوه في المنطقة هادي اللي هو تيب دو لا فالور روتورني. مثلا كنت كنحسب مثلا كنت كنحسب واحد لاسوم ديال ا بلس بي، مثلا كان ا اونشي و بي اونشي، على طبيعة الحال لاسوم ديالو ما يكون اونشي، و لاسوم هو الريزولت. فهمتي باش تكون خدام فونكسيون خصك تروتورني واحد الريزولت، على اللي من الاساسيات ديال لي فونكسيون انه هو الروتورني، تكتبها في الاخر باش تكتب هذا الروتورني، تكتب واحد الفالور. وبعد هاد الفالور، هاد الفالور لوتيب ديالو اللي هو هداك اللي كنحطوه في المنطقة هادي، لوتيب ديالو كنحطوه هنايا ضروري، هاد لوتيب باش تحطوه. الور لي بارامتر لي فاريابل كيف حال البروسيدير بنفس الطريقة، تحط هنا لي بارامتر كتعرف لي تيب ديالهم. بطبيعة الحال لي بارامتر تيكونو عبارة عن دي دوني ديجا خديناهم من الألغوريثم برانسيبال. لي فاريابل كاين ديكلاراسيون دي فاريابل، إلا احتاجتي شي فاريابل ديكلاريه تستعملو هنا في المنطقة ديال الكور ديال الفونكسيون، كتستعملو بكل بساطة. غير هو لي فاريابل كما كيكون مكنقدروش نستعملوهم في المنطقة ديال الألغوريثم برانسيبال، كنستعملو فقط في السو بروغرام فقط. الور نفس الطريقة، هو الإضافة اللي كضاف هو ليست دي بارامتر، غير هو الإضافة اللي كضاف هو لو تشيب، كنكتبو لو تشيب في المنطقة، و روتورني كضاف شي هي الروتورني لي زانستركسيون بليس روتورني كضاف. هادو هما الاختلافات. و فان بروسيدور خاطئة، هادي كتبتها خاطئة، حيت انا غير عدلت على الصورة السابقة. انا راه فان فونكسيون ماشي فان بروسيدور، باش خدامين دابا حنايا فونكسيون ماشي بروسيدور. هادي الطريقة ديال الكتابة، و من الحوايج الأساسية اللي كتقوم عليهم الفونكسيون هي روتورني. هاد روتورني هو الأساس ديال الفونكسيون، يعني الفونكسيون كلها خدامة على هاد روتورني، باش تعطيك واحد القايمة هنا في هاد روتورني وترجعها لك الالغوريزم برينسيبال. كيف ما قلت لكم في البروسيدير، هاد روتورني ما كاينش، يعني لي زانستريكسيون هما اللي كيرجعوا، يعني كي قلت لكم في البروسيدير في الفيديو السابق ان لي زانستريكسيون هما اللي كيرجعوا في الالغوريزم برينسيبال، بينما هنايا في الفونكسيون لا، ماشي لي زانستريكسيون، الروتورني هاد القايمة اللي في وسط الروتورني هي اللي كترجع بوحدها، لي زانستريكسيون ما كيبقى عندهم حتى شي دور. صافي اف وقت كيستعملو في الفونكسيون روتورني كيرجع لك القيم، بينما في البروسيدير كنعاود نكررها، روتورني ما كايناش، لي زانستركسيون كيتهزو كامل وكيتعوضو ليه، بينما هنا في الفونكسيون روتورني القيمة ديالك كتشد كلها وكتعوض في منطقة الاستدعاء ديال الفونكسيون. صافي تسالا الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.